لدي أسئلة حول مسألة السرد والمدونة السردية العربية الآن. أتساءل بداية حول مسألة الحكاية، ما الذي يجعل من الرواية نصا إبداعيا متميزا الآن؟ هل هي الحكاية؟ أليست وأليس جميع البشر قادرين الآن على أن يحكوا حكايات؟ الجدات والأباء والأمهات والجالسون أسفل الأشجار يحكون حكايات، بل إن الأطفال الصغار لديهم قدرة على الحكي. وأعتقد أن أقدر من عالج هذه المسألة هو ماركيز في كتابه المترجم أحياناً بعشت لأروي أو الحياة بوصفها رواية، ترجماته العديدة في الكتاب. في نهاية الأمر هي ناقشت مسألة كيف يمكن أن تنتقل الحكاية من الواقعي إلى المتخيل السردي، أو على أدنى تقدير لا نقول إن ماركيز قد ناقشها بدقة، ولكن نقول إنه فتح الباب أمام هذا السؤال: كيف يمكن نقل الحدث من الواقعي إلى المتخيل السردي؟ ماذا عن المبدع عندما يحاول نقل حكاية ارتسمت في عقله وفي خياله ليضعها في سياق متن سردي، سواء كان في شكل قصة أو رواية أو مسرحية؟ هل عليه أن يطابق الواقع؟ وماذا لو كانت الحكاية خاضعة لمفهوم التجربة كما قالت المسيحية: صلوا كثيرا لئلا يضعكم الرب في التجربة؟ معنى ذلك أن تجربة الكاتب هي تجربة مزدوجة في مسألة التعلق بالحكاية ونقلها إلى المتن السردي أو إلى المتن الروائي. نعرف أن ماركيز يقول إن كل إنسان حكاء، ولكن ليس كل إنسان بقادر على أن يصنع رواية. هذا يعني أن كتابة الرواية لها متطلبات تقتضي أن تنتقل بالحكاية من واقعيتها ومن رصد القضايا الواقعية بالكيفية التي يطرحها الواقع، وإنما بكيفيات أخرى تؤدي إلى نسج عالم سردي يجب ألا يكون بداية متناقضا في مساراته، يجب أن يكون على وعي كامل بمقول الشخصيات وتعدد خطابهم. وكما علمنا الرائد نجيب محفوظ أنه كان يبني لكل شخصية في أعماله الروائية ملفا كاملا، بل إن نجيب محفوظ ترك وراءه صناديق من الأوراق التي تدل على أنه كيف كان يدرس كل شخصية سيدخلها في العمل الروائي اجتماعيا ونفسيا ومن منطق تحليل الخطاب، وماذا يجب أن تقول وماذا لا يمكن لها أن تقوله لأن مستواها الاجتماعي أو التعليمي أو الثقافي لا يسمح لها بأن تقول ذلك.